صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شوفوا اختي صبحت عليكم بالروينه. المهم اختكم زربانه في العشيه ان شاء الله في الليل. اليوم عندنا فواياج، غنمشيو عند صاحبتنا سميه، واخيرا عندها افتتاح. المهم هذا الفيديو اختي كنقول لك الف الف مبروك، الله يكمل لك بالف خير البروجي ديالها جديد، الله يسهل عليها يا رب تعطيها شي مستقبل زوين بحالها، لان ديك السيده اللي عمرها دارك تستاهل كل خير. دوز اغسل الفيديو. المهم اول حاجه غنديرها وجد البينوار ديالي، دابا غنمشي ندوش. هو الاول نغسل وجهي مزيان، ندوش وعاد نشف شعري، ولكن قلت ضروري خصني نوجد لافاليز ديالي بكري. دابا راه الله شي 8 وثلث. علاش اختي؟ حتى انا خدامه، ملي خدامه خصني نوجد كلشي باش ملي نجي نشدو ان شاء الله الطريق. وغتمشي معايا كوثر، كوثر اختي اللي غتماكي لينا، دوك ما حتىش ندي ماكياج. شوفوا هنا خديت غير ماسكارا، هادشي اللي بغيتو غير في الليل اولا في الطريق. غندي فراجو حتى هو، وديت باش نتراسي حجباني. هذه لابغوس صغيره باش تمشي ليا البلاصه، و ليبستيك صافي. هادشي اللي غندير في المكياج وضروري ليكرون. البنات هاد الجيل نيتوايو خطير خطير خطير، عجبني بزاف بزاف، كي ينقي لكم البشره من الاعمار، خصوصا البنات اللي كيديروا مكياج. البنات اللي ما كيديروش كدي ماكي وجهك وكتربيها واحد الغسله واحد الفركه، كينقي الوجه مزيان، حمقني وما كينشفش الوجه. من اختي لاكام اللي غندوز بها هاد الصيف وحتى البرد ان شاء الله. المهم هانتوما سكرينيوها، هادي راه فيها ثلاثة، فيها اوبال، فيها بيج دوغي، وفيها شي حاجة واحدة أخرى. المهم ثلاثة على حسب اللون ديالك وعلى حسب نوعية البشرة، انتي غي سولي البنت اللي تما وغتختار معاك ليكخون اللي غتجي معاك. صافي اختي غنجمعو هادشي، ويا اختي شحال بقيت داوية. صافي درت التسريع، المهم جمعت حوايجي ونرجع ليكم. اليوم غنفطر أنا وأمير الفطور ديال العطلة. شوفوا قطرنا شوية ديال لي فخوي هنايا، بدا يا اختي كيسخن الحال، خاصنا لينيرجي. وصوبنا هنا فطور، قال لي فطر انا وياك، قلت لي اش مرحبا. دوشت شعري غير نشفتو، كيبان لكم مشاكك شويه. علاش؟ حيت غدا ان شاء الله باغا نعاود ثاني ندوش ونمشي نصوبو باش نحضر مع صاحبتي في ليفينمون. ما يمكنش نصوبو اليوم، ندير لي بروشينغ ديال الصح ونعاود غدا. اختي غيتحرق اليوم على ماش، راكم عارفين ما يمكنش. منين نرجع ان شاء الله عاد اختكم غتبدا ها لي ماسك، ها الزيوت. قالت لي بسمه ما تدوريش غير بالزيوت اللي فيهم الاعشاب اولا فيهم، فهمتوا، اللي كيعطيو اللون باش ما يتبدلش ليا اللون ديالهم. غندير زيوت اللي خفافين، دي ماسك مثلا ديال لافوكا، صفر ديال البيض، زبده الشيا فنه. البنات اللي دايرين لي ماش اولا شعرهم ناشف، زبده الشيا غزاله، كتباع عند الافارقه. المهم خصكم دابا جات المعارف، غنضرب دويره عشان انا كنحمق على الاجواء ديال المعارف. كنبغي نستاسوني هنا في واحد الباركينغ ماشي في الزنقه باش ما نبقاش مبرسطه، وكنبغي اختي نبقى ندور 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 ندور. المهم ما عنديش لي سبيس مازال، غنمشي نتيري، عندي غير شي حاجه هنايا. نمشي للكيشي ناخذ اختي في اليسات ونمشي، بغا ناخذ غير البيسه وحده. صافي قلت لكم البيسه، ونشوف لقيت شي صبيك سينو راه باقا باغي نشري الحوايج، باقا باغي ندير شي شوبينغ وكنمشي دابا. ثاني نحيد عليا اختي هادشي ديال الدار وهادشي ديال الرحيل، عاد ندور لراسي انا ان شاء الله، حيت الحوايج غنعزلهم كيف ما قلت لكم، ما نديش معي اي حاجه. المهم صباح واحد الشميشه، انا لابسه الكحل، ما كاين مشكل. شوفوا نسيت كارت كيشي، راني دزت عند ماما، خرجت اختي دي طردق وبستها شويه، حيت راكم عارفين قلت لكم ماما مشات في حالها، مشات لدارها، دزت شفتها وحطيتها عند خالتي. اليوم كانت باغا تمشي عند خالتي درب السلطان، وعاد كملت انا المعارف تنسالي، ومن هنا غندوز الخدمه. يلا اختي نمشيو ندورو نشوفو شنو غنلقاو. وشحال يا اختي توحشت هاد البلاصه المعارف، شحال توحشت هاد الخروج بحال هكا اونتخ ميدي دو. الا تعقلوا البنات فاش كنت خدامه في زرقطوني كنت كنخرج خفن زربان من بين 12 و2، كنشبع يا اختي دوران في لي ماكازا، نعرف شنو الجديد، نشوف شنو خارج، نتقدى بياسات. انا في ايتان، في ستخادي، في زارا، الدو، المهم كلشي قريب لنا، مروة، ال سي واي، كيكي، كلشي كلشي حدايا. حتى في العيد كنت كنمشي نكسي امير في اوركسترا وفي كيابي دغيا، ما كنهزش الهم الكسوه، كنمشي ما بين 12 و2 صافي انا قضيت الغراض. واجيو معايا نختاروا اللبيسه، شوفوا عجبتني هذه اليوم، شهوتي ناخذ لبيسه بيج ولا بيض؟ في البيض، هذه عجبتني بزاف ولكن ما غتصلحش ليا لهذا ليفينمون حتى من بعد، خليك اختي تنرجع لك حتى من بعد. اللي عجبني دابا باغا ناخذ بحال هذا السيل، شوفوا هاد لافيست حمقتني، فيها كاتر كولور، كاين البيض، كاين الكحل، وكاين خزي، وكاين الزرق، زوين. انا غناخد يمكن البيض، غنقيس حتى النواغ ونشوف، ولكن انا شهوتي في فيست تكون بيضاء. شوفوا لي هاد لي بتيت فيست تا هما قصارين زوينين، تا هما كينفعوا، كيجيو في اللبسه انيقين جدا جدا. المهم كنساليكم معايا، غندخل دابا نقيس دوك لي زارتيكل اللي خديت ونختار وحده منهم، يعني فيست وحده. شوفوا البيض صراحه زوين، واخا انا لبسته مع الكحل، حتى الكحل جا زوين.
غير هي انا ما بغاش نلبس الكحل اليوم، بغيت زعما غدا بغيت نلبس شي حاجه بحال هكا بيضه، اختاريت هذه وكيما تخافوش ما خديتهاش، ما جانيش البيض تحت من البيض ما عجبنيش. باقي عندي شويه الوقت غنمشي نضرب دويره ونشوف الا قدرت نزيد شي حاجه. صافي تقديت لقيت بعدا اللبسه ما حصلش، دغيا خديت صبيبيط وصويكت نشارك معكم كلشي. ما شكون كيسوني عليا نشوفو شكون. هانتوما امير في نوال ميزه. انا وصلت للخدمه، المهم قضيت الغراض، شوفوا تشعككت وجيت نعاود لكم الشموشات دابا. نعختي اجي واحد شويه كملي جاب الله جبت معايا لو جيل نيتوايو، غنغسل وجهي ضروري ما نقدرش نزيد شي حاجه قبل ما نغسله، وغنابليكي ليكرون ديالي حتى هي عاد ندير شويه فغاجو عيني غنغسلهم كلشي. بحال باقي الحشوه تجري جوجي هاد الصباح، ولكن قضيت الغراض قضيت الاغراض. المهم نوريكم البيسه حيت في العشيه غنكون مع البنات وصافي غنتلف غنتلاها معاهم غنوريها لكم. المهم البيسه خيطه من باع كتعرفوا باش شي حاجه بلاص راه كاين باع عندهم ما زعما كيتوني ما كتكونوا بلاص. غنوريكم البيسه واخا لبسها ما تنخنش حيت ما قاديش لبستها، خاصها تكون قاده. المهم لافيست هي هذه كتجي فنه، لا كوب ديالها زوينه بزاف في هاد لو ديتاي هكا، جويبات هكا صراحه زوينه وطويله. انا علاش خديت البيض كانت شهوتي فيه ياكو، وكنت باغا ناخذ هاد لي زونسومبل باغا نقلبسهم هكا ينفعوني، حيت عندي داك الباب النص انا عندي غير عندي في بلاصه بزاف، ومره بغيت نقلبس هكا في. المهم درنا عقلنا وكبرنا شويه الاناقه شويه شي هكا. شوفوا السريويل هو فين، شوفوا لا كوب ديالو كيجي فيها الديتاي من هنا، عرفتوا السريويل كيكون بحال هكا من هنا كيجيو زوينين كيبينو فورم زوينه. هانتوما لا كوب ديالو فنه، التوب ديالو راه زوين. المهم هادي هي البيته اللي خديت البيض كان شهوتي فيه كيف ما قلت لكم، وقلت هادي هي المناسبه نيت نلبسها على صحيوتي. ايوا ندخلو على خصنا فال البيض وفال زوين. هاد البيض يجي مع كلشي، يجي مع الكحل يجي مع الباج يجي مع اي لون دخلته معاه، روز فوشيا كلشي كلشي. انا بغيت نخلي اللبسه هكا نيود شويه، درت معاها هذا ما فيهاش اللي قلب في الدار عندي حتى هو خديته من المعارف هانتوما، حتى الغدا غتشوفوا اللبسه ان شاء الله. درت الباج، المهم كاسيت البيض بالباج، خليت اللبسه هكا شويه طراويه. وشفتوا الصبيبيط اللي وريتكم الصباح عندي تقريبا بحال هاد اللون، ولكن هو طالون يعني شويه عالي. هذا خديت دو بي طالون باش هكا الا قدرت خديتو غير من المعارف، الا قدرت الا ما جاني الاخر زعما عالي هذا يجيني مريح فهمتوا. هذا نقدر نلبسو حتى في الخدمه كتباني كلاس وماشي معذبه، عرفتي لبستو جاني مريح. صافي كنوريكم حتى الحاجه كنوريكم خفه نزربح غنمشي نبدا الخدمه. شوف بديت واحد السويك هو من المعارف حتى هو رخيص، الصبيبه تقريبا 150 درهم. شوفوا الصبيبه السويك حتى هو باج هذا اللي كيتجاكم، اما تهزوه هكا قصير او تهزوه هكا يطول. المهم جالي اللوين، درت الباج والبيض، هذا هو لو تيم اللي درت اللوين زعما اللوينات اللي غنلبس الباج والبيض. صافي شي مكياج هكا نود. المهم تهنيت صراحه لبست خديت اللبسه كامله تهنيت بلا ما نبقى نقلب واش عندي دي باردو في هذا اللون واش عندي هذه. المهم هادشي اللي قررت وتمشي للدار ثاني الى نقدر. المهم ما نقدر والو، هذه هي اللبسه اللي غنلبس باش ما نبقاش خربق راسي. دابا غنمشي نغسل وجهي ندير ليكرون ديالي ونلبس حوايجي باش نبدا الخدمه ان شاء الله. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this never fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake. راه شادي الطريق شوف مولات البيض مضويه عبد القيم حتى السماعات عوريني. المهم شادين دابا هانتوما شادين الطريق معايا كوثر، كنزال ما كتبش لا تجي اليوم حتى غدا. يوسف معي كوثر، كوثر معك فين هاي فينك كوثر؟ هاي 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 فينك 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 فين هاي كوثر؟ ومتنصوا ان شاء الله ونهضروا معكم، قلت لها غير مصوره فلوق اجي نطلع عليهم واحد شويه. مرحبا بك اختي، الله يوصلنا على خير. امين سمية احنا جايين احنا جايين. عرفتوا فين المود ديال العيا؟ فين النعاس؟ لان انا كوثر فين المود ديال العيا؟ مش عارفه شحال الساعة دابا؟ 11 وتولوز حنا تولوز حنايا شدينا الطريق معاه شي 11 تقريبا تقريبا شدينا الطريق معاه شي 11. المهم الله يوصلنا على خير.
وصلنا حطت لنا سميه العشيوه. شوفوا من هذا الفيديو بغيت نقول لك يا خالتي ماما سميه الله يعطيك الصحه، صراحه صوبتنا واحد الدجاج مضغمر رائع جدا رائع، ما ناشف شو زوين وبنين، ماشي حيت كان فينا الجوع وصافي، لا كان فينا الجوع ولكن راه لذيذ بصح زوين. خالتي الله يعطيك الصحه. البنات انا اول نهار اليوم كنت يلا غنتعرف على ماما سميه، كنهضروا في التليفون وكل شيء، ولكن ما عمرني شفتها اول مره. كانت حشمانه مسكينه، كنقول لها سمحي لنا بزاف. انا حشمت منها صراحه، علاش ما هضرتش معاكم؟ قلت حسن من بعد نجمعوا هكا البنات وندير لكم طليله اختي تشوفوا سميه. دارت لينا حتى السفه جات فنه، ماما هي اللي طيبات الله يعطيها الصحه. وصافي جمعنا شويه، انا غنرجع لكم. سميه صاحبتي كانت سمت ستريسيه، قلت لها اجي اختي طلي على الفتيات طلي على صحاباتك. سلام عليكم. سلام عليكم، هذه اللي مولفين عليك انت. سلام عليكم. المهم احنا وصلنا عند سميه، قلت لي مغمشي عند سميه حيت عندها افتتاح ديال المشروع ديالها ان شاء الله غدا. قام قلت لي والو سلام سلام على رسول الله جايله جايه وحده وحده مع الجوج ديال الليل. والله حنا وصلنا وتعشينا، درت لكم غير سينيماتيك واحد العشيوه، حيت كان العشاء موجود. انا ودش عليا مبوقه البنات، سميه مسكينه والله الا مبوقه ستريسات مع النهار الاخر. غدا ان شاء الله في افتتاح ديال المشروع ديالها، ما نقولش لكم دابا تا غدا. قولي لا تا غدا الفيديو ديال غدا صافي، انا باش نخلي لكم بوحدو لا فيديو لا والو، انتما تشوفوا كلشي التفاصيل عندي. والله ما قدرتش مسكينه انت غدير الفيديو ليهم اليوم. نخلي لكم انستغرام ديالكم تدخلوا عندها، راه قلت لكم دائما حاضره في ستوريات بطبيعه الحال لاشين ديال سميه، تدخلوا عندها والانستغرام ديال سميه. هذيك لاشين شنو البنات، انا هملات لاشين، انا صافي البنات راه كانوا لي حشومه مشات والله شفت دابا صورت ليهم داكشي كامل داك داك الوقت فين غتمونتاج، ولكن الوقت المونتاج ونحط ليهم ما كاينش. وبالخص هادشي ديال التحضيرات دابا وهادشي ما كنساليش. دابا سميه واقفه على داكشي يلاه بغيت نقول عليها واقفه على داكشي بيديها، عرفتي الطوموبيل مره عندي مره عندها، بدو نجري هنا نجري هنا ما كاينش الوقت. وسميه كتبغي داكشي يكون باخر، الا ما وقفتيش على يدك شكون اللي يبصر؟ علاش لك على يدك؟ المهم الا ما وقفتيش انت داكشي يديك زعما بيديك. والناس الناس عرفتي وقت النعاس قلت لها ضروري، قلت للبنات ضروري ندير لكم خاتمه ونقول لكم فين وصلنا ونتحدى شويه، ضروري كنزيدو حنا واحد الساعه ضروري ساعه عاد الساعه احنا نشوف نوريو الحوايج من كل ساعه. المهم صراحه داز الطريق زوينه دغيا وصلنا وخلعيا جاي من الخدمه، انا راه من الخدمه خاصني نضل بالصغير هذا صافي وجيه عندنا كل خير. والله انا شوفي امتى الويكاند يوصل باش يخول. انا عرفتي شنو انا قلت حتى لماما، قلت والله العشي ما كرهتهمش يجيو في الصباح، انا ما كرهتش في يومين قبل وقفت معاك ولكن مع الخدمه صعيب الحالات كتجري هنا دابا، وانت عارفه ما كاينش غير حاجه وحده اللي مديره على تليفوياج كياخذوا الوقت، لي فواياج تليفونات فواياج ديال تركيا الفواياج ديال هكا البنات الفواياج ديال تركيا صافي ما عنديش دابا راه حاجه اخرى دابا ما كاينش تركيا نسوي لي تركيا. لا شوفوا البنات راه باقا هاد السيمانه ما عرفتش متى غنحط الفيديو خاصه في هذا الوقت. المهم الفواياج ديال تركيا نخلي لكم انستغرام النمره ديال سميه، دايراها من 15 حتى 28 في شهر 5 واخر اج 18 صافي جاني نعاس، من 18 حتى 25 في هذا الشهر واخر اجل تسجيل هو هذه السيمانه الاولى ديال شهر 5. كنتمنى نحط لكم فيديو قبل باش تواصلوا معها، انا ما غنمشيش هذه المره ولكن غتمشي معها كنزه وغتمشي كوثر وغنمشيو حتى للفان ديالنا فبالصحه والراحه. فيها 8 ايام وفيها 7 ليالي في الاوتيل، المهم 7400 درهم عرفت عيانه نقول لكم كل شيء فيها، الاوتيل والطياره وترونسبور من المطار للاوتيل ومن الاوتيل للمطار فرجوا ها فيها بروغرام زوين فريمون بروغرام زوين جبل تركيا واعر كنهضروا في الناس العمره دا مشيت معاهم كانت معنا في الفواياج ديال شهر 12 ان شاء الله نعاودوا صافي ديك النهار جيتي معطله شويه ديك علينا ماشي مشكل المره الجايه نرجعوا نمشيو اونصومبل صافي خاصكم شي بروغرام هاد المره نزيدو شويه ديال نزيدو شي ان شاء الله بروغرام ما يكونش فيه فايش اورغانيز فايش ديال ماشي سمي ديك المره انا مسمومه لا حيت كتكون عندها هي ريسبونسابيلتي صعيبه الحال صعيب غادي غير بيناتنا
شدوا بواحد النضحكوا نشطوا نخرجوا تخرجي وقت اللي بغيتي وتنعسي وقت اللي بغيتي ان شاء الله ما تبقاش شابعينك بزاف ديال المسؤوليات. ايوا اختي هادشي اللي كاين ماشي نقول لكم دابا السلام عليكم تصبحوا على خير تلاقاو في فيديو ديال غدا ان شاء الله يكون زوين نشرح لكم كل شيء ان شاء الله. سلامه بلاتي وبلاتي 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 واختي نقولوا سميه مبروك الله يكملها بالخير خليو لها في لي كومونتير والله شوفي والله الا نسيت غدا شي حاجه زوينه كيشوفوني غير كيقولوا سميه ما كيغاب راه كنقول لهم ما كنقدرش شي وحدين كنجاوبهم شي وحدين لا دابا عشي الميساجات والله الا من قبيله من الميساجات ميساجات ميساجات بزاف الناس كيشكروا شوفوا البنات ماشي انا اللي بغيت نشارك معاكم غير باش تعرفوا مفاجاه وصافي لا ماشي غير مفاجاه ولا شي حاجه والله الوقت ما كاين عاد البنات الوقت باش نصور لكم لي ديتاي ونبقى نمونطي ونحط ما كاينش كيبان سهل كتجي زوينه انك تخدمي وتقولي يمكن وجدت شي حاجه تقدر تقولي وجدت وجدت حاجه زوينه ماشي من الاول كتقولي شنو غنوجد فهمت ما كيبقاش داك السسبنس زوينه كاع الناس كيديروا هكا والله يكمل على بألف خير خليكم هنايا حتى الفيديو ديال الدرس. سلام.